هنا ينبغي أن نحزن بحق لأننا احتقرنا وحاربنا الفن عموما والسينما على وجه الخصوص، لأن فيلم حياة الماعز، والذي أحب أن أسميه حياة البشر الذين تم تحويلهم إلى ماعز، هذا الفيلم يعني أرسل رسائل خطيرة جدا وأوجع الكثيرين. وبالمناسبة الفيلم غير موجه للسعودية، وسأشرح ذلك من خلال المشاهد الأساسية. هو فيلم موجه لمن يهمهم الأمر من استغلاليين على هذا الكوكب الأزرق الذي جرى تحويله إلى كوكب ميت. إذن لنذهب إلى هذه المشاهد الأساسية، سنراها وسنقرأها وسنعرف لماذا بالضبط هذه المشاهد هي التي تختصر الفيلم بكامله. لنذهب. فيلم حياة الماعز بين يديك. فيلم حياة الماعز، أو فيلم حياة البشر الذين تم تحويلهم إلى ماعز. السر، كل السر الخاص بهذا الفيلم سأختصره لكم في مشاهد، وسترون كيف تم الاشتغال عليها بذكاء شديد. وهنا ينبغي أن نحزن بحق لأننا احتقرنا وحاربنا الفن عموما والسينما على وجه الخصوص، لأن فيلم حياة الماعز، والذي أحب أن أسميه حياة البشر الذين تم تحويلهم إلى ماعز، هذا الفيلم يعني أرسل رسائل خطيرة جدا وأوجع الكثيرين. وبالمناسبة الفيلم غير موجه للسعودية، وسأشرح ذلك من خلال المشاهد الأساسية. هو فيلم موجه لمن يهمهم الأمر من استغلاليين على هذا الكوكب الأزرق الذي جرى تحويله إلى كوكب ميت. إذن لنذهب إلى هذه المشاهد الأساسية، سنراها وسنقرأها وسنعرف لماذا بالضبط هذه المشاهد هي التي تختصر الفيلم بكامله. لنذهب. في مشهد نجيب مع زوجته ساينو، نتعرف في هذا المشهد على تراجيديا أحلام الفقراء. أحلام بسيطة جدا، ولأنها بسيطة جدا فإن المأساة هنا هو ضخامة وفداحة الثمن الذي يدفعه الفقراء لتحقيق أحلام بسيطة. والمعادلة هنا تصبح هي حلم بسيط وثمن ضخم وفادح. يصر هنا مخرج الفيلم على أن يقدم يعني رؤية الفقير للكون. الفقير لا يؤمن بالحدود، إنه يعتبر أن الأرض للجميع والأرض تسع الجميع. والعبارة تأتي على لسان بطبيعة الحال ساينو، زوجة نجيب، التي تقول في لحظة وجدانية صادقة مليئة بالحب والحياة، تقول لحبيبها: ألا ترى أن القمر على شكل قطعة جوز الهند؟ ثم تعرض بعد ذلك عليه أحلامها التي سيدفع هو من أجلها هذا الثمن الباهظ. هي أحلام بسيطة. ما هي هذه الأحلام؟ ما هي أحلام زوجته ساينو؟ أولا قالت: لا أطلب الكثير، نحتاج إلى غرفتنا الخاصة. يعني حاجة الفقراء إلى الحميمية، لأن الحميمية لا يعيشون، هم دائما في عريهم مكشوفون مرصودون، وبالتالي تدافع عن هذه اللحظة الحميمية. ثم تقول: مكان للجلوس والتحدث، نريد أن نتواصل، نريد أن يكون لنا مكان يحقق هذا البعد التواصلي. ثم قالت: علينا إصلاح التسريبات في المطبخ. انظر إلى هذا الحلم، أن تصبح يعني قمة الحلم بالنسبة للفقير هو أن يصلح تسريبات المطبخ. ثم بعد ذلك يجب علينا أن نرسل ابننا إلى مدرسة جيدة. إذن قوة الفيلم في رصده المنطلق الأساسي الذي من أجله يدفع الفقراء يعني واحد ثمن باهظ. وهذا الثمن باهظ يمكن لنا نلخصه بمعنى أنهما يريدان حياة بسيطة ولكن سعيدة لمولودهما.
بعد ذلك سيحضران هل أو سيحدثان هل سيكون هذا الابن ذكرا أو أنثى، ثم سيقترحان اسمين، إذا كان ذكرا سيسميانه نبيل، وإذا كان أنثى ستحمل اسم صفية. يعني أحلام بسيطة وقابلة للتحقق، وذرية تحمل قيم النبل نبيل والصفاء صفية، وربما من أجل هذا يذبح الفقراء ويجلدون في معركة الحياة كل يوم، لأن لهم أحلام بسيطة ولأن لهم قيم أيضا بسيطة، قيم النبل وقيم الصفاء. أعتبر شخصيا أن من أكثر المشاهد تأثيرا في هذا الفيلم هو المشهد الذي يمكن أن نسميه مشهد التمرد على السماء، مشهد التمرد على الله. من أكثر مشاهد الفيلم قساوة هو المشهد الذي يصل فيه نجيب إلى قمة اليأس بعد أن استحال عليه إدراك الزمن وإدراك كم مر عليه من الوقت، وفي لحظة تراجيدية قاسية جدا يتوجه إلى الله بالدعاء، ثم فجأة يعدل عن ذلك في يأس تام ويقول بكل ألم وبكاء: لما علي مناجاة الله؟ لماذا أصلي لله إن كان هناك إله؟ لما كان مصيري هكذا؟ أنا تذكرنا بعبارة معروفة يعرفها جميع العرب والمسلمين، اللي هي: كاد الفقر أن يكون كفرا. والكلام صحيح. مشهد آخر خطير في هذا الفيلم، هذا المشهد هو اللي نقدر نسميه مشهد الزمن. مشهد الزمن من أهم المشاهد في الفيلم، حيث يصر المخرج على أن يصور المكان، يعني الصحراء، على أنها مكان مات فيه الزمن، وهو رسالة قوية لكل أرض الخليج، لكل دول الخليج. هو يعتبر أن هذا فضاء مات فيه الزمن وبقي على صورة بائسة متكررة لا تتغير في يومياتها. هذا السؤال يطرحه ينشئنا كثيرا نجيب بطل الفيلم، ويبكي لأنه لا يدرك الزمن إلا من خلال جسده، بمعنى يرى مثلا أن لحيته كبيرة وبالتالي قد مر زمن طويل، ودائما يسأل عن الزمن، ولا أحد من الآخرين يطرح سؤال الزمن. والطرف الآخر، يعني الذي يعمق إحساسه بمأساة الزمن، هو ذلك الهندي العجوز الذي يفجر يعني الخلاصة الأساسية للفيلم عندما يقول لنجيب: لا يمكن لأحد في الداخل الخروج. ما معنى لا يمكن لأحد في الداخل الخروج؟ يقول إنها أغنية مشهورة، ولكن المخرج يقول بعبارة واضحة: هذه البلاد سجن كبير، وكل من فيها معتقل في نفس المكان وضمن زمان، يعني تم قتله. الخليج بالنسبة للفيلم هو مكان مغلق، مكان كل ما في الداخل لا يخرج، مكان اعتقال لكل شيء، وأيضا بالنسبة إليه فهناك زمن ميت ومكان مغلق. هذه هي الأفدح مشاهد إن شئنا الفيلم. مشهد آخر من أكثر المشاهد تأثيرا هو مشهد تدفق الماء. هنا قمة الجمال والذكاء الفني السينمائي للمخرج، يعني أهم، أعتبره أنه من أهم مشاهد الفيلم، حيث بعد أن يهدد الوكيل يعني نجيب بالقتل ويغفل عن الخادم الذي كان يملأ الصهريج، ما يقع أنه سيتدفق الماء من الصهريج، وبطبيعة الحال سيتدفق في الرمال. وفي لحظة معينة، لحظة فقدان نجيب للوعي، يتابع المخرج بالكاميرا تدفق ماء الصهريج في الرمل، ثم يتحول جدول الماء الصغير إلى نهر كبير من أنهار الهند. هنا السؤال ليس للخليج كما يعتقد البعض، هنا الخطأ، بل السؤال معكوس، وهو:
كيف لمن يتوفر على هذا النهر العظيم أن تدفعه ظروف الحياة ليجد نفسه في مكان تصبح فيه لقطرة الماء قيمة كبيرة؟ كيف يشحذ ويحتاج يعني صاحب النهر العظيم، صاحب الوفرة الطبيعية، كيف يحتاج لمن يعيش في صحراء قاحلة جرداء كلها بؤس وشقاء؟ هي رسالة للهند وليس للخليج، رسالة للهند تقول: كيف فرطت في أبنائك ليصيروا بين يدي كفيل لا رحمة له ولا شفقة. هنا السؤال يمكن أن نطرحه أيضا حتى بالنسبة لإفريقيا. إفريقيا الغنية بثرواتها، يمكن أن يجد نفسه إفريقي يعني أتى من قارة غنية محاطا بظروف يعني قاسية مثلا في أوروبا، فكيف سمحت أرض الوفرة بأن تضعه في مكان الحاجة؟ هذه رسالة قوية جدا من الفيلم. لكن ذكاء الفيلم، فعلا ذكاء الفيلم بالنسبة لي يمثله مشهد أسميه مشهد الجشع، وهو المشهد الذي يخرج الفيلم من كل هذا الجدال حول يعني احتقار الخليج، احتقار السعودية إلى غير ذلك. الفيلم له رسالة أكبر من ذلك، يتحدث عن الجميع، عن جميع المستغلين. بعد أن يطعم العجوز الهندي الجمال يقول لها، ولنستمع لهذه العبارة الدقيقة جدا، يقول لها: حتى بعد تناول الكثير من الطعام لازلتم تصدرون هذه الأصوات، أظن أني سأموت محاولا إطعامكم. هل فهمتم ما وراء هذا الكلام؟ يعني لن يشبع المستغلون في كل مكان، سيواصلون إصدار أصوات عدم الرضا، عدم الشبع، وسيطالبون من المزيد، وسيقضي الفقراء حياتهم القاسية دائما وهم يحاولون إطعامهم. ذكاء الفيلم لا حدود له فعلا، خصوصا في هذا المشهد الذي يتوجه لجميع المستغلين في كل بقاع الأرض. نصل الآن إلى المشهد التحفة، والمشهد الذي تركته للأخير وهو أهم مشهد بالنسبة إليه. هذا المشهد نقدر نسميه مشهد قمة الاستغلال. يقدم لنا المخرج هنا تقابلا بين مشهدين تم تصويرهما بذكاء شديد. المشهد الأول هو عندما يقول الهندي العجوز للمعزة وهو يحلبها، يقول لها: في اليوم الذي سينقطع إدرارك للحليب سيقضى عليك. ومعنى ذلك أن هذا المكان تحكمه قاعدة استغلال بشع، استغلال لا حدود له لكل كائن حي، ثم يجري التخلص منه بعد أن يصبح غير قابل للاستعمال. لكن المخرج لا يظهر لنا يعني لحظة القضاء على المعزة كما ورد في كلام العجوز الهندي بعد أن انقطع حليبها، بل يظهر لنا مشهد التخلص من الهندي العجوز الذي سيكتشف نجيب جثته في الرمل تأكل منها العقبان، في مشهد أعتبره من أقسى مشاهد الفيلم. أخيرا لنكون الآن منصفين مع الفيلم. الفيلم غير موجه لا للخليج ولا للسعودية، ويدرس حالة من الحالات الإنسانية، موجه لجميع البشر، موجه لكل أوجه الاستغلال على وجه الأرض. وبطبيعة الحال يعني تم الاشتغال عليه بذكاء. مرة أخرى أعيد للسينما دورها، أعيد للفن دوره، وأعيد الأرض، كل الأرض، لكل شعوب الأرض. البشر لا يعرفون الحدود لأنهم لم يصنعوها.